السلام عليكم، ازيكم؟ النهاردة هنكمل كلام على الـ Information Systems وعلاقتها بالـ Enterprise. هنشتغل من نفس الكتاب اللي احنا قلنا عليه المرة اللي فاتت. هنشتغل في الـ Information Systems for the Enterprise. دي Learning Objectives للمحاضرة بتاعت النهاردة. يعني بعد ما نخلص بترجع كده تتشيك انت قدرت تفهم كل الحاجات اللي احنا اللي انا يعني عايزاكم تفهموها من المحاضرة ديت ولا لا. طيب ايه الـ Major Information Systems اللي احنا بنحتاجهم علشان ينفذوا الـ Operations اللي موجودة في اي Organization؟ يعني ايه؟ يعني ايه الـ Major ايه الـ Information Systems الأساسية اللي المفروض تكون موجودة علشان تسابورت او تساعد البيزنس اكتيفيتيز، المين بيزنس اكتيفيتيز اللي اي اورجانيزيشن او اي مكان عايز يبقى عنده انفورميشن سيستمز لازم يبقى عنده الانواع الانفورميشن سيستمز ديت، بحيث ان هي تدي حاجه متكامله ل كانفورميشن سيستم متكامل. فانا لو جيت سالتك في الامتحان على الجزء دوت انا هقول لك ايه الميجر انفورميشن سيستمز used to support main business activities. طيب أول حاجة عندنا الـ إيه؟ أول حاجة عندنا الـ Finance and Asset Management. دي بتبقى Information System مسؤول عن الحسابات الـ Accounts، الـ Accounts Payable، الـ Accounts Receivable، الـ General Ledger. يعني النوع دوت من الانفورميشن سيستم بيسابورت البيزنس بروسيسز اللي ليها علاقه بالحسابات والممتلكات، واحنا ما عندنا ايه وهنبيع ايه والحاجات دي كلها. ده انفورميشن سيستم مهم قوي لاي اورجانيزيشن، لان اي اورجانيزيشن بيبقى يعني معظم الاورجانيزيشنز بيبقى الهدف بتاعهم ربحي، فمهم جدا ان الانفورميشن سيستم بتاع الديبارتمنت دوت او الجزء دوت يعني من البيزنس يكون معمول بشكل كويس. طيب عندنا تاني حاجة ايه؟ Human Capital Management. Human Capital Management دوت اللي هو Information System to support الموظفين اللي موجودين في المكان. ده بقى بينكلود احنا هنوظف مين؟ طيب اللي هنوظفه ده ايه مواصفاته ايه، ويبتدوا يعملوا انترفيوز للناس، ويبتدوا يشوفوا كل موظف هيتحط على انه ليفل في الشركه، مين اجازاته ايه، ايه المرتب بتاعه هيكون كام، وايه الحاجات اللي هو هياخدها مع المرتب. كل الحاجات دي كلها المتعلقه بالناس اللي بتشتغل بيبقى الانفورميشن سيستم دوت بيهتم بيها. ان مثلا من وسط البيزنس بروسيس في الجزء دوت انهم مثلا يبتدوا يعملوا تريننج للموظفين، يعملوا تنميه للتالنتس او تالنت ديفلوبمنت للناس اللي موجودين. في حاجه اسمها تايم شيت. التايم شيت دوت اللي هو ايه؟ اللي هو انت جيت امتى ومشيت امتى. كل الحاجات دي كلها بتبقى ما بتتنفذ في البروسيس اللي هي الهيومن كابيتال مانجمنت، واللي بيبقى مسؤول بيبقى فيه انفورميشن سيستم مسؤول عن الهيومن كابيتال مانجمنت. عندنا بعد كده في نوع تاني من الانفورميشن سيستم اللي هو سبلاي تشين مانجمنت. سبلاي تشين مانجمنت دوت بيكون عندنا سبلاي تشين بلاننج، مثلا سوفت وير او وير هاوس سوفت وير أو transportation management. ده بيبقى بيعمل إيه؟ السبلاي تشين أصلا بيتعامل مع الموردين للمكان. خلاص، يعني أنا مثلا هناخد example يوضح فيه الكلام ده. إحنا بنتكلم مثلا أن أنا بحتاج في الشركة بتاعتي computers، بحتاج الكارتج بتاعت البرينتر، بحتاج هاردوير مثلا معين. طب مين اللي بيجيب لي الحاجات دي؟ سبلاير. فالسبلاي تشين مانجمنت هي اللي بتتعامل مع الايه، مع الجزء دوت.
خلاص. فاحنا لازم يكون عندنا سوفت ابلكيشن يعني او انفورميشن سيستم واضح للتعامل مع الموردين، ابقى عارفه كل مورد بيديني بسعر كام. فانا لما اجي مثلا اقول انا محتاجه ريبورت بالموردين اللي باعوا لي الريبورت دوت اللي جابوا لي ايتمز، يعني المورد يجي لي الريبورت دوت بال ببيانات كل الموردين مثلا اللي اشتريت منهم في خلال الفتره اللي فات. طب مين مثلا بينقل لي الحاجات، مين بينقل لي الايتمز، طب ده بينقل بكام وده بينقل بكام. كل الحاجات ديت بتبقى الريسبونسبيلتي بتاعه البيزنس اللي هي السبلاي تشين مانجمنت. الكاستمر ريليشن شيب مانجمنت دوت اللي هو بيبقى مسؤول في العلاقه مع الكاستمرز، ان انا دلوقتي ازاي اقدر اتواصل مع الكاستمرز، ازاي اعمل سيلز يعني، وازاي اعمل ماركتنج، وازاي ان انا اخد رايهم او اخد فيدباك في الحاجات المنتجات اللي انا بقدمها لهم او السيرفيس اللي انا بقدمها. كل ده بيبقى المسؤوليه بتاعه الجزء دوت الكاستمر ريليشن شيب مانجمنت. اوكي، عندنا هنا في التابل اللي قدامنا يعني سامبل اوف الفانكشناليتي، sample functionality for information system. It's اللي على اليمين دوت في التابل هو sample لل functionality اللي ال information system المفروض يعملها. فأنا في ال final exam ممكن أجي أقول لك مثلا قول لي ال major information systems required to manage the main operations of organization، وقول لي sample of the functionality of مثلا two of them. طيب هنتكلم على اول سيستم من اللي احنا اتكلمنا عليه في السلايد اللي فاتت اللي هو الفاينانس مانجمنت. طيب الفاينانس مانجمنت دوت ايه الكومبوننتس اللي بتبقى موجوده فيه؟ او ممكن الاول نعرفه ان هو انتربرايز انفورميشن سيستم، هو انفورميشن سيستم موجود جوه شركه، ذا سبورت فاينانشال اكاونتس اللي هي الحسابات والبروسيس اللي هي المعاملات يعني الحسابيه، الاكونت بيبل اللي هو الحاجات اللي احنا المفروض ندفعها والحاجات المفروض تجيلنا، والتحصيلات والكاش مانجمنت اللي هو توفير الكاش يعني وهندفع الفلوس يعني الفلوس اداره الفلوس نفسها اللي موجوده في المكان، بلاننج للبادجت يعني مثلا انا دلوقتي عندي مشروع، المشروع دوت هياخد فلوس معينه خلاص، طب الفلوس المعينه ديت هتيجي من الميزانيه بتاعه المكان. دي برضو من وسط الاكتيفيتيز بتاعه الفاينانس ديبارتمنت. من كمان الفاينانس ديبارتمنت بيبقوا مسؤولين عن الدفاتر، عارفين بقى لما بتروحوا اي مصلحه فيها حسابات وكده بتلاقوا دفاتر كبيره، برضو هم بيبقوا المفروض ان الانفورميشن سيستم بيريبليس الدفاتر دي كلها. اوكي، في انفورميشن سيستم، الانفورميشن سيستم دوت بيتعامل يعني هو بيتعامل بيقدم كل الفانكشناليتيز ديت، بيشوف الحسابات، بيشوف احنا المفروض ندفع ايه، علينا ايه، مين الفلوس اللي موجوده مثلا اللي المفروض ناخدها من الكاستمرز، لو في انستولمنتس مثلا او تقسيطات للحاجات، فالكاستمرز المفروض يجيبوا لنا فلوس كل شهر، طب الفلوس دي جابوها ولا ما جابوهاش. كل دي بتبقى مسؤوليه الفاينانس مانجمنت او السيستم بتاع إدارة الحسابات. طيب السيستم دوت بيتعامل مع الجزء بقى اللي هو إن هو بينترفيس to other modules such as human resource and supply chain. كل الفانكشناليتيز ديت مع بعضها بتعمل information system، وبعد كده بتinterface يعني إيه؟ يعني بتتعامل مع بقية من الأربعة التانيين، مش إحنا قلنا هم أربعة، بيتعامل سوري مع التلاتة التانيين اللي هم الhuman resource والsupply chain والcustomer service. طيب الoutput من الـ السيستم دوت دايما في الحسابات في حاجة مهمة قوي اسمها financial reporting. معظم الحسابات بتبقى قايمة على reports، ايه اللي تم ايه اللي ما تمش، البادجت بتاعتنا قد ايه، الحسابات بتاعتنا الارقام بتاعتنا بتزيد ولا بتقل. كل الحاجات ديت بيبقى في مثلا عندنا الروتين ريبورت، كل الاكتيفيتيز دي السيستم بيعملها وبيطلع لنا ريبورت. الروتين ريبورت بالايه، احنا الدائن كام والمدين كام مثلا. اوكي، اكسبكتيشن ريبورت، احنا متوقع الشهر الجاي يجي لنا كام عشان يبتدي يقدر يقارن اللي جاله بالمتوقع.
compliance report. ال compliance دول اللي هو ال زي الناس اللي بتراجع وتطلع الأخطاء يعني وكده على الحسابات، برضو لازم يطلع مثلا من وسط الحاجات الريبورتس بتاعة الكومبلاينس ان هو يقول احنا الخسائر بتاعتنا مثلا، احنا كنا متوقعين ان احنا نكسب 200,000 جنيه وكسبنا 150. اوكي، فاينانشال اناليتكس ان هو تقارير يعني تبتدي تحلل الوضع الحالي، واحنا وضع اللي هي ان هم يطلعوا تقارير زي مثلا الوضع الحالي للشركه، الوضع المالي للشركه. اوكي، دي اول ديبارتمنت عندنا او اول انفورميشن سيستم اللي هم من الاربعه ميجر انفورميشن سيستمز اللي بيسبورت المين اكتيفيتيز اوف اورجانيزيشن. تاني process أو activity في الشركة اللي زي ما بقول لكم ان هي لازم يكون ليها information system، وال information system ده يعتبر من major information systems بتاعة أي شركة، هي ال human capital management HCM. ال human capital management دوت include all activities and information systems that support effective management of organizations human capital. يعني ايه؟ يعني ان هي بتبقى بت include كل ال information systems اللي ليها علاقة بال management بتاعة ال employees، الموظفين اللي موجودين. ال human اللي هو ال human capital، خدوا بالكم ان ال human يعتبر as a asset في المكان، الموظفين يعني asset في الorganization. يعني لما بنيجي نقول asset اللي هي كأنه حاجة valuable قوي يعني للمكان، حاجة قيمة جدا للمكان. فهو بيبقى system يدير كل الحاجات اللي ليها علاقة بالموظفين اللي موجودين في الشركة. ال HCM أو ال Human Capital Management Information System include a growing suite of application with the employee record as the central element. يعني ايه الكلام دوت؟ معنى كده ان مش انا بقول لكم ان هو الكور بتاعهم هو الموظف، هو الامبلوي. فهو الفكره ان احنا هي مجموعه ابلكيشن كلها الامبلوي ريكورد اللي هي بيانات الموظف، هو الاساس بتاعها، هو الاساس اللي هي بتشتغل عليه. ما هي تتعامل يعني الموظف بالنسبه للسيستم ايه غير بيانات؟ ان هو اسمه كذا، ساكن في كذا، تليفونه كذا، بيانات خلاص. فهي بيانات الموظفين هي دي الاساس بتاع الايه، بتاع الهيومن كابيتال مانجمنت انفورميشن سيستمز. من الابلكيشنز او الاكتيفيتيز اللي موجوده في الكاتيجوري ديت، اول حاجه الريكروتمنت اللي هو التوظيف والهايرنج، البايرول، كل موظف بيبقى كل شهر بيجي له مثلا بايرول بالحسابات بتاع اللي هي المرتب بتاعه، يعني البنفيتس بتاعه لو هو مثلا عنده بنفيتس ان الترانسبورتيشن مثلا، تخفيض على حاجات معينه، الحاجات دي كلها برضو بتبقى موجوده في الامبلوي ريكورد. التاكسز، الكارير ديفلوبمنت اللي هو ان هو هيبتدي جونيور، طب هيعمل كام سنه عشان يترقى والحاجات ديت. التريننج والكورسات اللي هو ممكن ياخدها عشان يمبروف او يحسن النوليدج، المعلومات بتاعته. الهيستوريز بتاعه الامبلويز الموجودين عندنا، والامبلوي سيلف سيرفيسز، الحاجات اللي هي السيرفيسز الخاصه اللي كل موظف يقدر يعملها بنفسه يعني. خلاص. طيب هنا مثلا عندنا متقسم بقى الموديولز ديت واحده واحده، عامل في التابل اللي قدامنا دوت. اول حاجه الكور هيومن ريسورس مانجمنت ابلكيشن ديت بقى بتمانج معظم الحاجات اللي انا قلتها، اللي هي البيانات بقى الموظفين، البنفيتس بتاعه كل موظف، البيرول، التريننج، الحاجات دي كلها. لا يعني ايه يعني، وكمان يعني هي بتتعامل مع ازاي الموظف اللي عندنا ده، يعني ازاي الموظف اللي عندنا ده احنا ممكن نخليه احسن، لانه زي ما بقول لكم ان الموظفين بيعتبروا اسد في المكان. يعني اسد يعني ايه اسد؟ يعني حاجه valuable قوي للمكان، حاجه قيمه جدا للمكان. فدايما اي organization بتبقى بتعمل planning ازاي ان هي تقدر تحسن الاسد وتستثمر، والنقطه دي مهمه جدا، تستثمر في الاسد او تستثمر في الموظفين اللي هم موجودين. فتبتدي تدي لهم مثلا
تديلهم تمشيهم في تراك معين، التراك دوت ان هم يقدروا بيه يحصل development ليهم. طيب تاني موديل عندنا اللي هي ال workforce management application، دي بتبقى فيها ايه بقى؟ الكشوفات يعني الكشوفات بتاعت الحضور اللي هي time and attendance sheets، ال vacations، ال sick leave لو حد هيمشي اجازة، الـ يعني الحاجات اللي محتاجة امضاءات وكده، انك جيت يعني لو في جدول الجداول ان انت مثلا هتشتغل يوم كذا ويوم كذا من الساعة كذا للساعة كذا، كل دوت بيبقى الموديول دوت او الابليكيشن دي مسؤولة عنها. يعني كتبسيط برضو الكونسبت البروجرامينج، انت لما تيجي تعمل ابلكيشن انت بتقسمها ان تو موديولز، وممكن تعتبر ان كل موديول ده كاس سيبرت ابلكيشن وبيكلموا بعض يعملوا لنا البروجكت نفسه اللي احنا شغالين عليه. اوكي طيب التالنت مانجمنت ابلكيشن دوت بتبتدي بقى تتعامل مع الريكروتمنت والتوظيف الموجود في الشركه، تبتدي تشتغل على تعمل تراكنج للموظفين وللأداء بتاع الموظفين، تقدم سيرفيسز مثلا زي الاي ليرنينج عشان يعني تلاقي مثلا الشركة عاملة اكسس على ويب سايت معين يساعد على الاي ليرنينج ان الناس تذاكر وهي بتشتغل. تمام، يعني هو التالنت مانجمنت سيستم من اسمه ان هو بيحسن التالنت الموجودة في المكان. سيرفيس ديليفري ابلكيشن ان هو مثلا بيتعامل مع ازاي البيانات هنحطها فين، طب الريبورت هتظهر ازاي، يعني ايه ازاي يعني الاوتبوت من السيستم هيوصل يعني. اوكي والسوشيال سوفت وير ودوت زي ما كنا اتكلمنا قبل كده ان انا لازم اوجد عندي في السيستم تول ان الناس تقدر تتعامل مع هاي الموظفين دول، اوجد لهم مثلا as an example page على الفيسبوك بحيث ان هم كلهم يقدروا يتواصلوا مع بعض، بقى في عندي social حياة اجتماعية يعني للناس اللي موجودين عندي في المكان. هنا في السلايد ديت بيدي تفاصيل على الـ human capital management او الـ CM اللي احنا اتكلمنا عليها في السلايد اللي فاتت، يعني هو نفس الكلام بالظبط بس هو كل واحدة يعني محطوط بس الديسكريبشن لكل واحدة من الاكتيفيتيز او يعني احنا ممكن نقول الموديولز اللي موجودة جوه ال HCM. اول حاجة عندنا الـ Human Resource Management دوت، ده يعتبر الكور، ده يعتبر اساس بتاع managing الموظفين اللي موجودين في الشركة. فهو مكتوب عندنا هنا ان هو The Human Resource Management HRM is the system typically the heart of the HCM، اللي هو الأساس بتاع الـ HCM. الـ HCM هو أهم application أو أهم module في الـ HCM. هو إيه responsibility بتاعته أو إيه المسؤوليات بتاعته؟ tracking each employees demographic information، البيانات بقى الكاملة بتاعة الموظف، اسمه وعنوانه والحاجات دي كلها، السالري بتاع المرتب بتاع الموظف، التاكسز tax data اللي هي الضرائب اللي على الموظف، البنفيت الموظف اللي واخدها زي ما قلنا في السلايد اللي فاتت ان هو ممكن يكون واخد بنفيت مثلا ان الترانسبورتيشن على الشركه او ان في باص هيجي ياخدهم من البيت للمكان الشغل مثلا، التايتلز ايه هو في انهي ليفل بالظبط في الشركه، الهيستوري بتاع الموظف، الديبندنس لو هو ليه قرايب، لو هو العيله بتاعته مثلا عشان لو في تامين مثلا في المكان، تامين في الشركه، فالولاد يبقى ليهم تامين على تامين الموظف دوت، الديت اوف هاير اند ترمينيشن اللي هو تاريخ التعيين وتاريخ الترمينيشن اللي هو انهاء الخدمه. ده اول ابلكيشن او اول موديول جوه ال HCM. تاني واحد عندنا اللي هو الورك فورس مانجمنت. الورك فورس مانجمنت دوت اللي هو كنا قلنا ان هو مينلي بيمانج كل الكشوفات بقى، مين عمل ايه، كله يعني مين جه امتى، مين اخذ اجازه، الحاجات دي كلها بتبقى في الورك فورس مانجمنت. فهنا مكتوب ان هو broader term human capital management reflect the fact that traditional human resource management system have growing two large software systems that support other employee related functions. يعني هو ليه علاقة بال HRM بس بيدي functions زيادة. Work force module for example draw on the data
in the core human resource record and add features to keep track of time and attendance, الحضور والغياب, sick leave, vacation leave, and project assignment. مثلا لو احنا عندنا project هنقسمه على كذا حد في الشركة فبرضو بنبقى حاطين الكلام دوت. يعني هو الجزء دوت او الموديول دوت هو بيمانج الجزء دوت اللي هو الجداول والامضاءات بتاعة الموظفين الموجودين في الشركة. فهو this module is especially useful for labor scheduling and workforce planning. Labor scheduling, labor اللي هو يعني السكادلينج بتاع الموظفين. يعني لو احنا مثلا بنتكلم في ناس هيجوا بالليل وناس هيجوا الصبح, فيبقى السيستم هو اللي بيطلع لنا مين هيجي بالليل ومين هيجي الصبح. ده example يعني للجزء دوت. والworkforce planning يعني ان هو برضو يخطط ان البروجكت دوت محتاج 4 موظفين, مين ال4 موظفين اللي انا اخليهم يشتغلوا في البروجكت دوت. طب ده على اساس ايه؟ على اساس ان 4 الموظفين دول عندهم available time slot, فيهم عندهم time slots يعني available time slots يعني اوقات فاضية ان هم يقدروا يشتغلوا في البروجكت ده. لان لو انا السيستم بتاعي مش او الموديول دوت مش شغال صح, ممكن يخلي يأساين الناس للبروجكت دوت, الناس دول already the schedule او الجدول بتاعهم full. زي ما قلنا قبل كده عندنا كمان التالنت مانجمنت. والتالنت مانجمنت دوت من اسمه ان هو بيشتغل ازاي يحسن النوليدج والتالنت اللي موجودة عند الموظفين اللي في الشركة. زي ما انا قلت قبل كده ان انا اي انفورميشن سيستم او اي اورجانيزيشن سوري يعني بتعتمد على بتعتبر الموظفين دول اسيت موجودين في المكان. خلاص, فدايما لازم الانفورميشن سيستم يبتدي حتى اوتوماتيكلي يكرييت بلان للموظف. الموظف ده اخد سيرتيفيكت شهاده مثلا اكس, طب انت لو عشان انت يعني نخليك اشطر اكتر ممكن نديك شهاده ايه اللي هي البري ريكويزيت بتاعها الشهاده اكس اللي انت اخدتها. فالسيستم دوت بيبقى مينلي برضو بيتعامل مع الموظفين, بس ازاي ننمي قدرات الموظفين يعني. خلاص, talent management application focus on the employee life cycle من اول beginning with the recruitment, من اول recruitment, من اول ما توظف في المكان, and extending يعني من اول ما توظف, وايه ال يعني ال اسمها ايه ال الحاجات اللي هو متميز فيها يعني, والاساس على اساسها عملنا له ريكروتمنت. بعد كده بتبتدي تعمل حاجه اسمها performance evaluation. يعني هو مثلا كان قال ان هو شاطر في البروجرامينج لانجويج, نبتدي نعرف هل هو فعلا شاطر في البروجرامينج لانجويج ولا لا, وايه الليفل اللي هو شاطر فيه. نبتدي نعمل حاجه اسمها career development عشان علشان نحسن كارير اللي هو شغل يعني development تطوير, اوكي, عشان نحسن الموظف دوت. كل الحاجات دي بتتم اوتوماتيكلي يعني. compensation planning يعني لو هو في حاجة معينة ناقصاه ازاي نقدر نعوضها. compensation يعني تعويض. e-learning ان انا ازاي اقدر مثلا اتفق مع شركة بتدي كورسات في المجال اللي انا شغال فيه, واقول للموظفين انت مسموح لك for free انك تاخد كورس كل شهر او مثلا بخصم معين. and planning for retire يعني ان كمان عارفين اللي هي successions اللي هو يعني زي مكافاه نهايه, يعني زي خطه لبعد ما الريتايرمنت او الديبارتشر, انك تمشي من الشغل او ان انت او ان انت تسيب الشغل في خلال الفترة اللي في الاخر ديت. يعني يبقى الموضوع كله بلان من اول ما اشتغلت في الشركة لغاية ما مشيت ببلان. لما تمشي من الشغل كمان الدنيا عندك هتبقى شكلها عامل ازاي, سواء لو كان في مكافآت المفروض تاخدها, لو في تقارير المفروض تطلع عنك. كل دي حاجات التالنت مانجمنت بتبقى مسؤولة عنها. لان التالنت مانجمنت انت لما بتيجي تمشي المكان, لو انت هتنقل لشركة تانية بتبقى محتاج زي تقرير على شغلك. فهم دول اكتر حد عامل لك تراكنج من يوم ما دخلت الشركة, فهم برضو بيبقى مسؤولين ان هم يوجدوا حاجة زي كده. اوكي,
visualization and charting tool are adding richness to the way managers view the organization talent. ان ده عندنا دلوقتي ال اننا في الغالب الموديول ديت بتستخدم charts ورسومات عشان تريبريزنت مثلا لو عايزين نعمل الجزء بتاع الكارير ديفلوبمنت. انتوا عارفين بتعمل ازاي الموديول دوت بتعمل ازاي؟ بتعمل برسومات، ماشي، رسومات تريبريزنت الموظف من ساعه ما دخل الكورسز اللي هو اخدها حواليه، الحاجات اللي بنزودها بلس الحاجات اللي هو محتاجها نعمل عليها question mark، يعني رسومات بحيث ان المانجر يقدروا يفهموا التراك يعني، او يعملوا تراك للموظف من ساعه ما دخل المكان. managing a supply chain ده تالت موديول كان موجود عندنا في التابل بتاع ال بتاع ال HCM. اوكي، فاحنا دلوقتي عندنا لما بنيجي نتكلم على supply chain، supply chain دوت هو ان احنا البرودكت من ساعة ما بيطلع ما بيجيلنا من السبلاير لحد ما هنسلمه خلاص للكاستمر او الاند كاستمر عندنا في التشين بتاعتنا حسب التشين. في ناس عندهم الفلو دي بتبقى بس مجرد ان السبلاير يجيب لي مثلا ايتمز، يعني انا كنت كلمتكم من شويه لو انا عندي في الاورجانيزيشن انا بحتاج كارتج للكمبيوتر للبرينتر، بحتاج مثلا كمبيوترز اصلا، بحتاج حاجات هاردوير ماوس كيبورد الحاجات ديت، فالسبلاير هيجيبها لي وخلاص كده التشين خلصت بتاعت علاقتي بالسبلاير. لكن ممكن حاجة تانية يكون التشين فيها طويلة، الفلو بتاع الايتم اللي جاي دوت بيعدي على فيزز كتيرة لحد ما خلاص اخلص بحيث ان انا هسلمه للاند كاستمر بتاعي. فاحنا لما بنيجي نتكلم على السبلاي تشين مانجمنت هي الاستراتيجيز ذات اوبتمايز ذا فلو اوف برودكتس اند سيرفيس فروم السورس لحد الكاستمر، لحد ما خلاص هتوصل للكاستمر. depending on the type زي ما كنت لسه بقول لكم ان هو ده يختلف، التشين هتختلف او طول التشين يعني هيختلف من بزنس لبزنس. the chain can be long indeed stretching from the suppliers all the way to the customer's customer. خلاص يعني من السبلاير اللي جايب للسبلاير وبعد كده لحد لو انا الكاستمر هيبيع او بعد ما الكاستمر هيبيع، لو انا مثلا هدي لمحلات والمحلات دي لسه هتبيع لكاستمرز تانيين لغايه احنا لسه عشان نوصل للاند كاستمرز، فانا دلوقتي سلمت للكاستمر الاولاني اللي هو المحل والمحل لسه هيبيع الايتمز بتاعتي لكاستمر تاني، فده الفلو بتاع البرودكت بتاعي. اوكي، فعشان كده زي ما بقول لكم التشين ديت او الورك فلو ديت بيختلف من مكان لمكان حسب الاكتيفيتيز اللي موجوده فيه. وانا قلت لكم هنا تو اكزامبل لشورت تشين واكزامبل لونج تشين. The ultimate goal is to align supply chain with the demand. يعني انا لازم اخلي السبلاي تشين معروف انا امتى، سوري السبلاي وذ الديماند يعني السبلاي ايه، يعني انا ما ينفعش ان انا ابقى البرينتر قرب الكارتج تفضى قربت تفضى وانا ساكته ولما تفضى ابتدي اعمل اوردر. طب ما انا لما اجي اعمل اوردر الكلام ده معناه ان هي هتاخد وقت عقبال ما تجيلي الكارتج، ده معناه ان انا هقعد فتره البرينتر عندي عطلان، فانا لازم ابقى عاملة align او عاملة link يعني ما بين الديماند الطلب اللي انا هحتاجه من السبلاير والسيستم عندي يقدر يحدد انا امتى بالظبط المفروض اكلم السبلاير، عشان السبلاير ده الشخص اللي بيجيب لي الحاجة عشان يبتدي يجيب لي الايتمز اللي انا هحتاجها بقى سواء في التصنيع سواء في الشغل حسب البيزنس بتاعي. So that the right product is delivered to the right place at just the right time and at the right price. كل دوت ما بيجيش كده، ما بيجيش واحد قاعد يفكر، لا ده انا بيبقى عندي سيستم والسيستم بيحدد لي بالظبط كل سبلاير هيجيب لي الايتمز دي بكام،
بيحدد لي بالظبط انا امتى المفروض اعمل اوردر، والاوردر دوت يجي لو انا عندي كذا مكان مثلا يجي فين بالظبط. ده تعريف للقصة بتاعت الايه، يعني ايه اصلا supply chain management. وزي ما واضح عندنا في الفيجر اللي قدامنا دوت ان هي بتعدي على مجموعة phases هنتكلم عليها السلايد الجاية. زي ما كنت لسه بقول لكم ان احنا بنعدي على مجموعة steps في الـ supply chain. اول step عندنا هي planning. planning بقى ان انا اصلا اختار نمت supply chain اللي هي يعني suitable او مناسبة، يعني supply chain ليا. لسه كنا بنقول ان هي حسب البيزنس بتاعنا، خلاص that align with the actual business goals. ان انا ما ينفعش احط plan supply chain plan وانا كل اللي انا محتاجاه بس من السبلاير ان هو يجيب لي الايتم ويسلمهاني في المكان وخلاص، مش عايزه حاجه اكتر من كده. فمهم جدا ان انا اختار البلان بتاعت السبلاي تشين، يعني بلان بتاعتي بيزد على طبيعه البيزنس بتاعي. واحنا برضو تاني احنا ايه علاقتنا بالكلام ده؟ ما انت هتعمل انفورميشن سيستم اللي مسؤول عن حاجه زي كده، فانت لازم تكون فاهم الجزء دوت. وخصوصا ان احنا بنتكلم على major functionalities of information system، يعني دي حاجات كلها لازم هتبقى موجودة في اي information system انت هتعمله لأي organization. يعني مثلا لو الـ بتحط الاستراتيجيز، لو الكوربريت او الاورجنايزيشن يعني استراتيجي ان هي عايزه تقلل التكاليف مثلا بتاعتها. For example, the company will strive to reduce costs for transportation and inventory storage. مثلا تقلل تكلفات النقل والتخزين بتاع الايتمز مثلا. فده حاجة هتختلف لو الorganization التانية مش فارق معها التكاليف. اوكي، فدي اول step عندنا ان احنا نعمل البلان نفسها. الفيز اللي بعد كده عندنا اللي هي choosing the source اللي انا هبتدي اشتغل معاه، انه نوع من السبلايرز هتعامل معاها، او انه السبلايرز نفسها، او الناس اللي بي السبلاير اللي بي السبلايز او السبلايرز، يعني الايتمز اللي بتجيلي او السبلايرز اللي بيوردوا الايتمز. ابتدي بقى اقرر مين فيهم الاحسن في التعامل حسب التكلفه مثلا، حسب التوقيتات. هل مثلا هم بيعملوا long term contract، يعني عقود لفترات طويلة، ولا بيعملوا ايه؟ الكواليتي بتاعت الايتمز بتاعتها شكلها عامل ايه؟ هل الحاجات الكومباتيتورز دول يعني يعتبروا سوري السبلايرز دول يعني كومباتيتورز اقوياء بالنسبة للسبلايرز، ولا انا بجيب حاجة الكواليتي بتاعتها هتبقى ضعيفة؟ ده برضو قرار مهم جدا ان انا اختار انا هتعامل مع مين. يعني انا في اول ستيب انا ببلان بخطط كده انا هعمل ايه، البروسيس بتاعت السبلاي تشين هتمشي ازاي بالظبط. ان انا خلاص انا هكلم السبلاير، السبلاير يجيب لي الحاجه هستخدمها وهعمل لها تراكنج، ولما تقرب تخلص هعمل اوردر جديد. ده البلان. لكن هنا بقى بنبتدي في التنفيذ بتاع البلان. التنفيذ بتاع البلان اول حاجه ان انا ببتدي اختار السورس اللي انا هستخدمه، انه بقى سبلاير بالظبط هو اللي انا هتعامل معاه. بيجي بعد كده عندنا الجزء بتاع الميك ديليفري اند ريتيرن. الميك دوت ان انا ابتدي بقى اشوف جات لي الايتمز ديت، خلاص اتفقت مع السبلاير والسبلاير جاب لي الايتم، ابتدي بقى استخدمها علشان انتج الحاجه اللي انا بنتجها. فهو مكتوب هنا ان هي transform the resources into something with more value، يعني هو جه الماتيريالز وابتدى يستخدمها وينتج منها. بعد كده بقى الديليفر ان انا بديليفر بيطلع نتيجه، بيطلع ايتم. ولازم ان انا كل شويه بيبقى في مانجمنت على الانفنتوري بتاعي علشان اتاكد ان انا الماتيريال اللي انا بستخدمها ما خلصتش، بحيث ان انا اقدر اكونتاكت السبلاير بتاعي. خلاص اكونتاكت السبلاير قبل ما ان انا run او ان انا يبقى ما عنديش items موجودة في الستوك، فاتجنب دوت. بيبقى فيه بقى algorithms كتيرة بتستخدم
علشان ان هو قبل ما يوصل الكمية اللي عندي للمخزن لكمية محددة الابليكيشن بتقولها لي، يروح اعمل اوردر للسبلاير عشان يجيب لي نيو ستوك، عشان افويد ان انا يجي وقت يكون ما عنديش انتاج في المخزن. فده بيوصلنا لكلمة return. return بقى اللي خلينا نريتيرن السايكل تاني من اولها. زي ما اتكلمنا على الـ human resource، برضو بالنسبة للـ supply chain هو عبارة عن application كبيرة. الـ application الكبيرة دي جواها مجموعة modules. لازم نبقى عارفين ان احنا في شركات ممكن نلاقي فيها كل الـ modules زيت، وفي شركات بتكتفي مثلا بان هم بس يأوتوميت الجزء بتاع الورك فورس او الاتندنس، يعني بتاع الموظفين والسكادولينج والحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها. فهي حسب الايه، حسب الاورجانيزيشن والسيستم بتاعها. however معظم الـ يعني الـ يعني الاكتيفيتيز ديت ممكن بتبقى بتنكلود الايه، اول حاجه عندنا اللي هو سبلاي تشين بلاننج سوفت وير، ان هو يبتدي يعمل البلاننج بتاع التشين كلها، ان هو يبريدكت الديماند ويبتدي سينكرونايز مع السبلاي علشان يحقق، يشوف البلان اللي بيها ممكن نقدر نحقق الايه الفلو المظبوط لوصول الايتيمز للمكان، وان انا هحتاج بالظبط ايتيمز قد ايه. ده مثلا نوع من السوفت وير اللي ممكن يبقى موجود. تاني حاجه عندنا تاني نوع او تاني ابلكيشن ممكن تبقى موجوده، اللي هي الوير هاوس مانجمنت سوفت وير، اللي هو بيمانج المخازن الانفنتوريز ان اوبتمايز الانفنتوريز والالوكيشن والتشيبمنتس والكروس دوكينج. والكروس دوكينج اللي هو ان لو انا مثلا عامله شيب لايتيمز والايتيمز ديت هتقعد مثلا في المينا الفتره، والوير هاوس اكتيفيتيز دوت بيبقى مسؤول عن تخزين الايتيمز اللي انا هجيبها من السبلايرز. ده برضو موديول تاني عندنا. موديول بيبقى مسؤول عن الترانسبورتيشن، ترانسبورتيشن مانجمنت سوفت وير. هو انا مش الايتم ديت هتتنقل في عربيات، طيب العربيات ديت انه كام عربيه والتوقيتات بتاعتها، طب يبقى في مثلا 5 راوندز ولا بدل ما نعمل 5 راوندز بالعربيه نجيب عربيتين. كل دوت برضو بيبقى فيه انفورميشن سيستم مسؤول ان هو يبريدكت حاجه زي كده يبريدكت حاجة زي كده ويحددها بالظبط ايه المطلوب علشان السبلاي تشين نفسها تتم. عندنا manufacturing execution system دوت بيبقى بيمانج بقى الاكتيفيتيز بتاعت المانيفاكتشرينج نفسه. انا جات لي الايتيمز من السبلايرز وهبتدي اعمل عليهم manufacturing. ده ايه؟ ده اللي هو بيمانج الاكتيفيتيز اند flows through the manufacturing process. عندنا برضو موديول تاني Global Trade Management Software دوت اللي هو زي ما بيعمل management للترانزاكشنز اللي بتتم cross border transaction for importers and exporters، يعني الحاجات اللي هي هبتدي اجيبها من بره، يعني هبتدي استورد حاجات او اورد حاجات. برضو بيبقى في عندي موديول او ابلكيشن متخصصه علشان تسابورت الفانكشناليتي ديت. السلايد ديت بتتكلم على رابع حاجه عندنا او رابع سيستم اللي هو الميجر سيستمز بتاع الانفورميشن سيستم، اللي هو كاستمر ريليشن شيب مانجمنت. الكاستمر ريليشن شيب مانجمنت هو من اسمه ان هو اللي هو بيسبورت الكوميونيكيشن ما بين الاورجانيزيشن وما بين الكاستمرز اللي موجودين عندنا. وخدوا بالكم من حاجه، ان الكاستمرز دول اهم ناس بالنسبه للاورجانيزيشن علشان هم اللي بيجيبوا البروفيت. لو انا بنتج حاجات كويسه وعلاقتي بالكاستمرز وحشه، معناها ان انا مش هقدر ابيعها، معناها ان انا هحقق خساره للمكان اللي فيه. فمهم جدا الانفورميشن سيستم اللي بيسبورت الكاستمر relationship management يكون سيستم قوي وبيقدر وعامل channels أو communication ways يعني كتير عشان نقدر نوصل للcustomers. فاحنا عندنا الcustomer relationship management بيcover the strategies processes والinformation system and organization uses to build and maintain relationship with current and prospective customers. كل الطرق والاستراتيجيز والبروسيسز والانفورميشن سيستم
اللي موجودة سواء في حاجات تانية في أجزاء تانية أو الحاجات اللي احنا قلناها مثلا التلاتة التانيين كله مع بعضه، ازاي يقدر يبني ريليشن مينتين، يعني يبني ريليشن شيب كويسة مع الكاستمرز الحاليين والبروسبكتيف كاستمرز بتوعي، those who have direct interaction with the customers، يعني زي السيلز والكاستمر سبورت ستاف، هم دول يعتبروا الايه زي الفرونت ديسك يعني بتاع الكاستمر ريليشن شيب مانجمنت. السيلز دوت اللي هو مين اللي هو بيروح عشان يبيع المنتج، يقعد يقول للكاستمرز مثلا عندنا اوفرز كذا، ممكن تستفيد بميزه كذا لو بعت لو اشتريت الكمبيوتر ده، ده السيلز. وبالنسبه للكاستمر سبورت اللي هو لو الكاستمر محتاج يسال على اي حاجه، في تيم كده بيبقى مسؤول ان هو يساعد الكاستمرز، دول هم يعتبروا ايه الفرونت لاين للكاستمر ريليشن شيب مانجمنت. عندنا بقى في حاجات تانية زي مثلا الماركتنج، الاكاونتنج، البرودكت ديفلوبمنت والمانيفاكتشرنج، كل دول بيستفيدوا من ايه؟ بيستفيدوا من ان احنا عندنا علاقة كويسة مع الكاستمرز بتوعنا، لان احنا مثلا لما يبقى السيلز شغالين كويس فاحنا في الحالة دي الماركتنج هيقدروا يبيعوا، وهيقدر عندنا سيلز، الناس هتبتدي بقى يعني هتزيد المبيعات اللي عندنا، هتزيد هيجينا الحسابات بتاعتنا طبعا هتختلف لان احنا المبيعات هتختلف. البرودكت ديفلوبمنت نفسها برضو لو انا ليا علاقه بكاستمرز دي بقى مفيده في ايه، ان الكاستمر يجي يقول لي المنتج اللي انت جبته لي ده مش كويس، فابتدي انهانس في البرودكت بتاعي بحيث ان هو يلاقي حاجه اسمها كاستمر ساتسفاكشن او رضا كاستمرز. كل دول حاجات بتستفيد من الكاستمرز عندي الكاستمر ريليشن شيب. طيب ايه بقى الاهداف، يعني انا اصلا ليه عايزه احافظ على الريليشن شيب مع الكاستمر، واتكلمنا ان هي مهمه واتكلمنا ان هي بتاثر في اجزاء تانية جوه الاورجانيزيشن بتاعتي. اول حاجه عندنا ان انا ببقى عايزه احافظ على الكاستمر اللي هي improving customer retention، ان انا عايزه ابقى ضامنه ان الكاستمر دوت هيفضل معايا. فمهم جدا ان الكاستمر relationship management يبقى باني channels، channels ديت على طول في communication، يعني متأكدة مثلا قدر طبعا المستطاع ان الكاستمرز دول راضيين على البرودكتس اللي انا بقدمها. بعد كده ان هو عايز يزود البروفيت اللي بيجيله، يبقى عنده growing في الريفينيو اللي بتحققه الorganization. وطبعا الجول الاساسي من الكاستمر ريليشن شيب مانجمنت ان هو يقدر زي ما بقول لكم يبقى فيه تشانلز، ان هو يقدر يلسن تو الكاستمرز، ان هو يسمع لاراء الكاستمر. يعني انا دلوقتي لو انا بنتج منتج، المنتج دوت الكاستمرز اللي فيه متضايقين مثلا من ان الكالر بتاع الايتم اللي انا بقدمه، وانا لو سمعت وعرفت ان هم مش عاجبهم الكالر هغير الكالر، ففي الحاله ديت هحقق بقيه الاوبجكتيفز بتاعتي. في السلايد ديت في تفاصيل اكتر على الاربعه اوبجكتيفز اللي احنا اتكلمنا عليها. اول حاجه الكاستمر امبروفنج كاستمر ريتنشن، لازم نبقى عارفين ان الكاستمر ريتنشن دوت ان انا اجيب كاستمر جديد يشتري ايتم من عندي اسهل بكتير من ان انا اضمن ان الكاستمر اللي اصلا اللي هو الاولد كاستمر اللي بيتعامل معايا يفضل يتعامل معايا. انت نفسك لو جيت لقيت في ايتم موجود جديد في السوبر ماركت انت هتروح تشتريه، طب انا مش هو ده التارجت بتاعي، انا التارجت بتاعي ان الكاستمر اللي اشترى الايتم دوت الباسكت ده مثلا هيجي تاني مره ويشتري باسكت من عندي لان هو لقى ان الباسكت بتاعي هو ساتسفايد بالكواليتي او بنوع الباسكت اللي هو بيشتري. هي نفس الفكرة هنا، ان انا بيبقى مهم جدا بالنسبة لي ان انا احافظ على الكاستمرز القدام، لان الكاستمرز القدام دول هم اللي بيحققوا لي البروفيت. فلازم ان انا بحدد استراتيجيز عشان ازاي احافظ على improving retention stress customer satisfaction، ازاي احافظ على الكاستمرز او القدام الموجودين عندي. مثلا انا احيانا ممكن اعمل لهم loyalty programs او loyalty rewards، ان انت لو اشتريت بمبلغ معين بتاخد points وتجمع ال points دي بعد كده
ويتعمل لك ديسكاونت، فهو يبقى متشجع ان هو يفضل بيتعامل معاك. and perks for returning customers، الناس اللي يعني ريورد للناس اللي بايه اللي بيتعاملوا معايا بشكل دائم، لان زي ما بقول ان هم دول اللي بيحققوا بروفيت لاي اورجانيزيشن. improving البروفيت، ان انا ابتدي اشوف طريقه ان انا اقلل تكاليف التعامل مع الكاستمر، بس مش معنى كده ان ده ياثر على الكواليتي، لا، لازم الكاستمر برضو يبقى satisfied. ده برضو رول مهم قوي او جزء مهم جدا من الجولز السي ار ام بتبقى عايزه تحققها. growing revenue، ان انا لازم احط استراتيجيز يعني ان هي تساعدني ان انا اوصل لنيو كاستمر، اوصل لماركت جديد. يعني انا شغال في القاهره، لا، انا عايز اشتغل كمان في المحافظات، ان انا اقدر اعمل ايه، اعمل حاجه اسمها كروس سيلينج او اب سيلينج. يعني ايه؟ ان انا ابيع مثلا، يعني اشوف شركه تانية وان احنا الاثنين انا ابيع المنتج بتاعي وهو يبتدي بعد كده ينتج ايتم يكمل المنتج بتاعي. خلاص، في الحاله ديت ان انا ضمنت ان الكاستمر مثلا اشترى الشنطه بتاعه المدرسه معاها البنسل كيس as an example. the marketing and sales department بتقوم بالافورت دوت، ان هي تبقى مسؤوله ان هي تشوف الجزء بتاع الكروس ماركتنج دوت. بت identify market segment، هم هيشتغلوا فين كمان. يعني انا مثلا بشغله في القاهره، لا، اسكندريه ممكن ان احنا نفتح فيها ماركت جديد. managing campaign، ان هو campaign اللي هي زي حمله كده عشان يشوفوا ازاي ان هم يقدروا يحسنوا المنتج اللي هم بيقدموه. and building the customer base، يعني تاني الجزء بتاع ال growing revenue، ان هو ازاي ازود الكاستمرز بتوعي عن طريق ان انا اوسع الماركت بتاعي واخلي السكيل بتاعي اكتر، ففي الحالة دي البروفيت بتاعي هيزيد. listening to customers، when customers answer your survey CRM software can easily capture and analyze what they say. Some systems can also do sentiment analysis with software that scans a text comment box, blocks social media and or other user generated contents, and employs algorithm to classify the opinions as pro cons or neutral. طيب ايه ده بقى ده؟ انا دلوقتي بتعامل مع كاستمرز، لازم يبقى في، حتى انت لما بتلاقي دايما تشتري حاجه او تكلم مثلا الكاستمر سيرفيس بتاع اي شركه يقول لك في سيرفي، املى السيرفي. اوكي، ايه الغرض من نقطه املى السيرفي ديت؟ الغرض من نقطه املى السيرفي ان دي مجموعه بيانات، مجموعه البيانات ديت الناس بياخدوها وبيانلايزت، يعني بيحللوها بحيث ان هم يقدروا يعرفوا الكاستمرز راضيين ولا مش راضيين عن المنتج اللي انا بقدمه. الكاستمرز عايزين ايه؟ ما هو ممكن انا اكون مثلا بقدم منتج معين وهم محتاجين منتج تاني، فدي جزء ان انا اليسن الكاستمر. بعد كده بيقول ان انا احيانا بستخدم تكنولوجي اسمها سنتمنت اناليسيس. سنتمنت اناليسيس ديت ان انا ايه، احنا كل اللي احنا بنقوله دوت ان البروسيس هتبقى اوتوميتد، فهو عايز ان اوتوماتيكلي يتبعت لليوزر سيرفي والكمبيوتر اوتوماتيكلي انالايز التكست المكتوب دوت، يبتدي يعني الكمبيوتر نفسه او البروجرام يعني يقرا الابلكيشن ويطلع البروز والكونز اللي هي البروز النيجاتيف والبوزيتيف للكومنت اللي هو قايله، والنيوترال اللي هو المعقول. يعني ايه الكلام دوت؟ سنتمنت اناليسيس، ان هو انا مثلا كاتبه الموبايل حلو جدا بس الشاشه ضعيفه والبطاريه ضعيفه، يجي التكنولوجي بتاعت السنتمنت اناليسيس تدخل اوتوماتيكلي تقرا الكلمه دي، يلاقي ان انت قلت الموبايل حلو جدا دي حاجه، لكن انت قلت الشاشه ضعيفه والبطاريه ضعيفه دي حاجتين، ففي الحاله دي النيجاتيف اكتر من البوزيتيف، فيطلع لك نتيجه ان الموبايل دوت وحش.
خلاص، فهو بيبتدي analyze sentence analysis دوت، طريقة ان هو يanalyze التكست المكتوب بطريقة اوتوماتيك ويبتدي يفهم منها هل الكاستمر راضي ولا مش راضي عن الايتم اللي انا بقدمه. فتاني كل اللي احنا بنتكلمه ان دي الجولز اللي السي ار ام عايز ينفذها، والسي ار ام عايز يحقق الجولز ده بشكل اوتوميتد على الكمبيوتر، بحيث ان احنا طبعا اتفقنا مع بعض قبل كده ان الانفورميشن سيستم طبعا هيحسن البرفورمانس بتاع الاورجانيزيشن. فانا لما اجي ابني الانفورميشن سيستم بتاعي اللي هو السي ار ام، لازم يحقق لي الجولز ديت بتاعه الديفلوبمنت لاي اورجانيزيشن. طيب كل اللي احنا قلناه دوت، كل الانفورميشن سيستم زي تتجمع في ايه؟ تتجمع في حاجه اسمها انتربرايز ريسورس بلاننج، اي ار بي، هي اللي هتجمع سواء الكاستمر السي ار ام، الكاستمر ريليشن شيب مانجمنت، السبلاي تشين، الهيومن ريسورس، الفاينانشال، كل دول لما يتجمعوا مع بعض يتجمعوا في الانتربرايز ريسورس بلاننج. فاحنا ممكن نديفاين انتربرايز ريسورس بلاننج انتجريتد ابلكيشن. انتجريتد يعني بتجمع كذا حاجه مع بعض، so to support the whole enterprise، بتسبورت الانتربرايز كلها، that include modules to manage financial, human resource, supply chain, customer relationship management، الكور دي بقى الحاجات الأساسية، and other business processes. Okay, ERP have grown well beyond this manufacturer roots and بتقدر يعني ال ERP دلوقتي يعني بتستخدم كتير جدا وبتسبورت الباك اوفيس بزنس بروسيس، يعني كل الباك اوفيس دوت اللي هي المين اوبريشنز يعني بتاع الشركه، فور للريتيلز، لليونيفرسيتيز، للهوسبيتالز، للجفرمنت، اماكن كتيره جدا دلوقتي بقوا بيعتمدوا على الاي ار بي في البيزنس اوبريشنز بتاعتهم. الاي ار بي كومبوننت، ان احنا دلوقتي الانتربرايز ريسورس بلاننج لازم مينيمم يبقى فيه الاربعه موديولز دول، الفاينانشال اند اسيت مانجمنت، الهيومن ريسورس، السي ار ام اللي هو الكاستمر ريليشن شيب مانجمنت، والاس سي ام اللي هو سبلاي تشين مانجمنت، واي بقى اذر موديولز محتاجينهم جوه الاورجانيزيشن. بس المهم ان هم يكون فيها الفور مين موديولز دول. وعندنا من الاسامي المعروفه اللي قدمت الاي ار بي زي الساب والاوراكل ومايكروسوفت، واي ثينك ان انتوا يعني في الغالب هتبقوا سمعتوا حاجه زي كده، واتس ريكومندد ان انت النهارده مثلا لما تروح تدخل على جوجل وتسيرش على اي ار بي فروم اوراكل وتشوف ايه الاوبشنز اللي هو بيقدمها. السلايد ديت مهمه جدا لان هي سام هاو بتكونكلود كل الكلام اللي احنا قلناه من الاول، هنا بتختصر كل الكلام اللي احنا قلناه من الاول. بس طبعا مهم انك تسمع التفاصيل اللي اتقالت في السلايدز اللي فاتت. يعني هو بيتكلم على الكومبوننتس بتاعه الاي ار بي، يعني هنلاقي هنا الفاينانشال بالمين فانكشنز الموجوده بالفاينانشال، الهيومن كابيتال مانجمنت بالفانكشناليتيز يعني اللي موجوده فيها، الكاستمر ريليشن شيب مانجمنت بالاجزاء اللي فيها، السبلاي تشين مانجمنت بالاجزاء اللي فيها. ودي مثلا عندنا موديولز ثانيه او اكسترا موديولز ممكن تبقى موجوده جوه الاي ار بي عشان تسبورت فانكشناليتيز ثانيه جوه الاورجانيزيشن. مهم جدا ان انت يعني انا شايفه ان انت كطريقه مذاكره ان انت دي هي المين بتاعنا، وتكتب التفاصيل الزياده كده جنبها بحيث ان انت تقدر تجمع الكلام اللي احنا قلناه في السلايد ديت. نعتبر السلايد ديت از كانه شيت، الشيت دوت تحلوه، ولو اي حاجه وقفت فيكو الكلام دوت من السلايد اللي احنا قلناه ترجع للسلايد وترجع للفيديو وتسمع الاجابه لو انت ما عرفتش تجاوبه. لو عرفت تجاوب معناها انك فهمت المحاضره دي مظبوط. مش يعني الامتحان مش هيبقى غالبا بالستايل دوت خالص من الاسئله ده، بس يعني انتوا كنتوا بتسالوا على شيتس فده somehow يعتبر شيت علشان تحلوا. كلها اسئله essay questions زي ما انتوا شايفين. حاولوا تحلوها ويعني وان شاء الله بس يعني تقدروا تحلوها. لو في اي مشاكل طبعا ممكن نتناقش في المحاضره اللي بعدها.